السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحب الكرام في هذا الفيديو هذا إن شاء الله يشوفوا معايا الأضرار اللي خلفها الفيضان. هذا الفيضان الأخر هذا هنا في دوار أرقد تابعة لجماعة وكليم هنا بإقليم تنغير. هذا الدوار هذا الناس ديالو أو الأغلبية إلا ما قلناش كلشي الناس ديالو أو السكنة ديالو كتعتمد غير على الفلاحة وبالضبط على زراعة واحد الحبوب النوع كيقول ليه أكرمون. هذا أكرمون هذا كيستعملوه الناس بزاف اللي سميتو اللي تلبس اللي تفدع المهم ولا اللي فيه فقر الدم. هذا كيعطي واحد الطاقة للجسم. كما كتشوفوا هي هذه من ورايا الواحة ديال هذا الدوار هذا تقريبا داها الواد كله أو خصوصا الإنجرف ديال التربة تقريبا الأغلبية فيه راه مشى والناس راه كتنجل المسؤولين والناس راه لا حول وصافي على عين. خليكم مع الروبورتاج. بسم الله. نكين انا من زاوية سيدي علي وبورك محمد حميشي ضد طلب سي المسؤولين يصغرن غير ليا ينواسي فيه واش عندنا الواد دا البلاد بزاف ضرنا بزاف ما فيش زعما الحاجة تدور السواقي مشات مشاو الويدان الجنانات مشاو حنا انا فلاح وهذا نطلب سي المسؤولين تنطلبوا المسؤولين يعاونونا شويه يعطيونا شويه ديال السيما وشي حاجه يعاونونا باش نصوبوا غير السواقي ونصوبوا الويدان نصوبوا شي حاجه واحد البراج ني حتى هو يتصاوب واحد هذا هو تنطلبوا المسؤولين هذا هو تنطلبوا المسؤولين يعاونونا. السلام عليكم. السلام عليكم. ان عدل اديتني اني ما تظهرت خين لا ما تغيرت خين لا اريج متل الجماعه ميتابعوا وري وكليم الجماعه وكليم الاخرين من تنغير ما يتسكر مخني الغداء ما يغزا وسيفي ثاني غزا تخني زرني وبريد هنا شويه غزات وسيفي غليظ وسيفي دين داير ماشي توي بريد دا توي غير صدرت غير صدرت غير كذا اه تدرت دوات جار تخين غادي نعم اسيدي كما كتشوف دابا قال لك الطريق هي الوحيده اللي كتدي لدارو ودار الجار ديالو هما اللي شخصيا هو وجارو اللي كيخلي خدامين فيها مع ولادهم حيت دابا التصوير ديال الولاد راه صعيب شويه نخليو الولاد ابار. المهم علي نكون عاون مولانا امين هادي ستر مولانا امين هادي ربي معاون البراجي سولي هي شورتي ديال وسيف لا بعدا ومشتات غير حنا كاتير واخا يلاه كون عاون ربي الله يرحم والدين بارك الله فيك اه لا بدا قاتلين ولا ان شاء الله اه عيط انت قلت لي كان دغيا وتعقل مهني متى يسجون تكاتي وتا متى يسقواسنا لا لا كيك يا مو صح هذا ضل الله يرحم والدينا العون مولانا بارك الله فيه اسيدي هذه اللي بدا نترجموها للاخوان المتتبعين ديال القناه من جميع انحاء العالم قال لك اسيدي هذا النيت اللي لقيتو خدام دابا هنا قال لك اسيدي سنين هذه ما عمر زعما شي واد ولا شي شتا بحال هذه داز السنين هذه المهم علي المسيرة دابا ديالي إن شاء الله غدا فيها واحد جوج كيلومتر ولا واحد جوج كيلومتر ونص على رجل غادي يجي واحد البراج كاين هنا وهو البراج كتجمع فيه ماشي غير براج سد تحويلي وصافي كما كنقول سد تحويلي هو باش كيسقيو تقريبا الجنانات ديالهم هانتوما هي هادي الجنانات ديالهم هادو باقي إن شاء الله غادي ننزل ليهم ونمشي اتجاه البراج ونرجع عاد ننزل جهة الجنان والأغلبية ديال هاد الناس هادو المعيشه ديالهم غير بسيطه معيشه بسيطه ديال غير الفلاحه وصافي عايشين غير بالفلاحه والاشاره هذا المنطقه هذه هي معروفه اصلا هذا الفلاحه ديال هذه المنطقه معروفين كيزرعوا ما عرفش سميتو بالعربيه كنقول ليه حنا بالشلحه كنقول ليه ايشيشر وهذا ايشيشر هذا كياكلوه الناس شحال شي واحد اللي تفدع ولا شي واحد اللي تهرس كيعوض ليه هذيك القوه اللي مشات ليه في المرض ديالو. نخليكم دابا مع هذا البانوراما هذه ديال الطبيعه هذه صراحه واعره. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حبيبي الكرام شد انا السيوم دغيا نلي دوار دانواري ادوار نواري تابعي الجماعه انا الجماعه نواكليم الا الاقليم من تنغير
تكرف سنيت هو التور عطى الحالي ضاري هنا يكون الناس السيومة تاود المحسنين نهيت غير تايانا بريد. السلام عليكم. الله يعطيك الصحة قدام تاكل أي قبل ربي العمل. يمشي دارنا السيومة والو أسدي غنكر دار لاطر دارنا تيني دارتين ونقص زيت خنا دوير. وختي دارنا عاتي حدا دار الغلب الله ولا ما يزري غانما يا ولا دارتين. الزريق تيكا طامرني المهم علينا درا دونيني غندراتين حتى ندقني والو انا ما عرفت صراحة وي لا حول صراحة المهم والسينغ صراحة كما سوا تيني غدغي من شان وين ختشان الدق خصتيني من الدق دات شان وين ناس انا غادي نخرج ديال بالضبط انا خرج صوري دان وانا هذا ودايا ديرت غير هي نسلم وصافي دان نيسي لنا غير هي نسلم عاد او تين سيما ولا قلنا فلان وقلنا صافي طاك انت نزواشها الغيس عاتينا اعتبري دي دغي وانا ديو حنا تنصمر عاتين ورس الزري انا ما تسير هو تيدا انا ابريد هاد غي وتخسر هذا محل اساس تقدر تطرك سيدا ولكن والله الا غير شي المحسنين عطيني شي اللي تيغرم معنا غير المحسنين نوصل انا هاتي ندي غايا نبدا نتيني تقريبا هذه الفاجه كنا يقولون هذا بارك الله هاتني نايحة السلام عليكم مسموح لنا ليه اد مسموح لنا ليه يمشي دخلنا نسيو هاتني نايا ايتي غرم مني هيد غاتي اترى حاول ممكن غير الزرين كان التبريد هذا الضوء صافي ولدو بلا بريد غير التبريد اوصف يا ولا صور ولا ماشي مشكل ها اخي نبت النيم هات غير يقولون صافي ارتعمرنا تغارو صافي كيما كنشوفوا هنا هذه هي جد ديال الطريق هذه اللي كتدي السد وكتدي شي دوار اخرين كاينين جهه الدوار هذا اسيدي اللي كتشوفوا دابا الصور هو السد التحويلي او البراج ديال منطقه ديال او دوار ارك هنا بجامعته وكليم باقليم تينغير هذا سيدي قال لك الساكنه تقريبا هذا الواد هذا اللي داز هذه الايامات مع مرض تقريبا عقود هذه على عين دابا الحمام كنقربكم من السد من البراج من الحمام كان ناخذ نصور فيه على ما قديت وهذا البرج هذا بان ليا حنا بلي راه مشى بلي هذا وصلنا في جسد الريال تقريبا مش طيح فيه الواد تقريبا طيح فيه شي حاجه مؤخرا السد تقريبا شي سيمانه هادي ولا شي 10 ايام فاش السنه فاش صورت هذا الفيديو هنا راه خليته لهي خليته نورمال على ان دابا ان شاء الله انا حاول ما كنقربكم ان شاء الله من البرج شويه دابا كما كنشوفوا السد من الفوق او البرج من الفوق هو هذا هنا هادشي اللي طير فيه هذا الفيضان الاخر هو هذا والاشاره بعد هذا الفيضان الاخر اللي داز من تينغير راه الاصل ديالو من هنا لهنا شي فيديو هنا منين جا ولا قدر الله هذه رساله للمسؤولين يحاول ما امكن يديروا شي التفاته لهذا البرج هذا على اساس يتصلح ولا يديروا الى فيه بعد ما يتصلح باش على الاقل بعد تستهدف فيه السكينه ديال هذا الدوار هذا ولا جاب الله داز عليه ثاني شي فيضان بحال هذا يلاه حفظ السلامه وصافي هذا راه الى جاب الله ان شاء الله يستر غير الله يحضر السلامه وصافي كما قلت غادي نحاول ما يمكن ان شاء الله نصور البرج من واحد لبنت اخرى وعندنا هذا البرج هذا من الاستعمار ودابا تهرس راه بحال هاد الكارثات هادو باش دارونا هاد البرج هذا كون كاين دابا هاد البرج غادي يحبسنا هاد الكارثه ما غاديش نضيعو ما غاديش يضيع حتى شي واحد بحال هاد الكارثات ومنها تستافد سميتو القريه من الماء ومنها ما تضيعش الله يجازيكم بخير وكاينه واحد الاشاره ثاني قبل ما ننساها الناس اللي كيحبوا يطلعوا الجبال اللي كيحبوا التسلق ديال الجبال كاين هنا فين تلعب الحمد لله فزيد عليها الطبيعه وزيد عليها تلعب ديال الرياضه ديالك المفضله وتمتع ليا مع راسك نعام سي وشوف الماء وهذا المضيق هذا صراحه واعر
هنا كتشوفوا قدامي دابا، هذه هي الساقيه، هذه هي الساقيه اللي كتدي الماء من البراج سميتو الجدانه ديال هذا الدوار هذا. انتما كما كتشوفوا راه مشات كلها، والاشاره راه حاطين هنا السيما، حاطين هنا السيما، يلا بداو يخدموا فيها شويه. قال لهم واحد مول العقل عندكم، قال لهم تسناو تيفوتوا تيفوت هذا الشهر 9 هذا الموسم ديال الشتوى، باش تاي لا صوتها بعدا شد بلاصتها. هي هذه راني غادي مع هذا التصوير من هنا، هي هذه، ومن هنا جايبين، ومن هنا جاي، ومن هنا، ومن هنا جايه من هذا الامداد، هذا اللي كيسموه الامداد ديال الفلاتين. هانتوما كما كتشوفوا هذه هي الساقيه، سبحانك عظيم الله اكبر. هنا كاع طيرها، هي هذه، ها هي كاع كلها طيرها هنا، ها هي راه مشات الى الله وانا اليه راجعون. سبحانك عظيم. وها هي من هنا ثاني، ها هي وحده، ها هي هذه، هذه اللي كتدي واحد النص ديال الدوار، وهذه كتدير واحد من الصخر، وحده اللي طيرت فيهم. انتم كما كتشوفوا كاع تقريبا النص في الجبل راه مشى هنا، النص في الجبل تقريبا راه مشى. صراحه هاد الواد هذا راه تعجبوا فيه كاع سميتو اللي ساكنين في الدوار. كما كتعرفوا الثقافه ديال الدوار هادو كيجيهم التصوير في شي شكل شويه، وكان يحاول ما امكن ان شاء الله نقنع شي واحد فيهم يعاود لي على هذا، على هذا العجب هذا، على هذا الخيمان اللي داز. هانتوما كما تشوفوا باقي مع الساقيه، هي هذه تبارك الله. صراحه الخدمه اللي شكون هذا اللي خدم هذا الخدمه هذه طوب صراحه، ما عندي ما يتسلي، عجيب. يا ربي السلام، يا ربي سلم سلم سلم. ها فين بدات المعاناه ديال الدوار، ها الجنانات كلهم مشاو هنا. هانتوما كما كتشوفوا ها الواد تقريبا راه طيرهم من هنا. يا ربي سلم سلم، ودي ما حد ما داش شي روح، راه لاباس لاباس لاباس، ما حد ما داش شي روح. هانتوما كما كتشوفوا راه تقريبا حتى الشجر راه مشى. الله اللهم سلم يا ربي سلم. هنا كما قلت لكم في الاول ديال الفيديو، حاجه قلت لكم هذا الدوار هذا معروف بزراعه هذيك الماده اللي كتسمى، ما عرفت حنا كنسميوها باش الحيشيشر. هو هذا سيدي كياكلوه الناس، المهم الناس اللي مرض، وخصوصا اللي فيه فقر الدم، واللي كان تهرس واللي اللي تذع كياكل هذا، كيصوف فيه سميتو كيصوف فيه العصيده، ولا كيصوف فيه الحريره، هي كتزيد كتقويه. ودايرين لي هاد الميكا وهذا على حساب الطير، زعما ما يبقاش ياكل فيه بزاف. انتما كما كتشوفوا الواد يعني الفيضان اش دار لهاد الناس هادو، راه داليهم المصدر ديال المعيشه ديالهم هما، هاد الجنانات هادو اللي شتي دابا الاغلبيه، او الا ما قلتش كلشي الناس ديال الدوار عايشين غير من الفلاحه. صراحه هذا الفيضان هذا اللي داز هنا راه صراحه راه دار كارثه في هذا الدوار هذا. انتما كما كتشوفوا حتى هذا
هذا الحجر هذا كيسميوه اش كيسميوه هذا باش كيسميوه هذا ما عرفتش جلات ليا سميتو هذا باش كي هذا باش كيحميو فاش كيحميو الجنان سميتو او سميتو لا من سميتو من الواد القبيو القبيو كيسميوه القبيو هو هذا راه طيور وقال هو حتى هو هذا كما كتشوفوا هذا القصب القصب حتى هو كيدار سميتو كيدار في الجناب ديال الواد على اساس باش يحميو به الجنانات ديالهم من الانجراف او من انجراف التربه. هنا واحد الشجره ديال الزيتون انا لله وانا اليه راجعون. كما كتشوفوا هادو التيوات هادو باش كيدوزوا الماء من سميتو من قنت لقنت حتى هما راه طيرهم لا حول وصافي يعني هاد الناس هادو غير الله يكون في عونهم وصافي. هنا تاني قدامي في الصور اللي كتشوفوا دابا في الصور واحد الموقع حتى هو مشاو فيه جنانات الناس او دير الله يخلف عليكم وصافي الله يخلف عليكم ويصبركم. انا من زاويه سيدي علو بورك بن ام سعيد في عمري 63 سنه عمرني ما شفت بحال هذا الواد. هذا حنا راه مشاو سواقي مشاو طرقان مشاو الجنانات ما كان حتى شي حاجه هنا ما بقى حتى شي حاجه كل شيء مشى وكنطلبوا من المسؤولين يعاونونا ويجيو يشوفوا هذا الشيء بعدا فاش حنا مضرورين راه ما بقى حتى شي حاجه راه مشاو الجنانات مشاو طرقان اما عندنا دابا فين نزلوا كاع الواد ما عندنا فين نزلوا الواد ما عندناش كلشي مشى والله يخليكم وشوفونا ومن بعين الرحمه بعدا وشوفوا اجيو تزورونا وشوفوا هذا الشيء شوفوا هذا الشيء اللي نقول واش معقول ولا ماشي معقول الله يخليكم الله يخليكم الله ينصر سيدنا عاش الملك.